السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخباركم إيه؟ عاملين إيه؟ أهلا وسهلا بكم في قناتنا قناة هيتوب. هنبدأ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله المرسلين سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. النهاردة معانا راديو اللي هو الإكس باس، تمام؟ الراديو ده صعب نقول بيشتغل، بس لما حد يجي يلمسه من هنا أو من الإريال أو من أي حاجة من الزرار دي بيكهرب. طيب بيكهرب ليه؟ هنفتح بالراحة كده، تمام، وهنشيل الكارتة دي كده. طبعا انا فاك عشان ابقى جاهز. لما شيلنا كده ايه اللي لقيناه؟ ما لقيناش اساسا محول كهرباء جوه. نقرب الصورة شوية كده، تمام، ما لقيناش، مفيش اساسا محول كهرباء جوه هنا، مفيش. بدل ما بيحطوا محول كهرباء حاطين بفة اللي هي الحمراء دي، او ده مكثف سيراميك زي ما بنقول عليه او بفة، حاطينها علشان تخفض الكهرباء بدل المحول. فالبفة دي اساسا بتعدي نسبة كهرباء او بتخلي الجهاز فيه نسبة كهرباء، اي حد يلمس يجي مفرغ فيه علشان يتكهرب. فاحنا هنشيل البفة دي وهنرجع الامور لطبيعتها اللي هو المفروض يعني كان يتعمل، بس هم ما بيعملهوش عشان خاطر لو هم حطوا محول زي ده في قلب الجهاز، المحول ده تمنه النهارده تجاري حوالي 50-60 جنيه، فهو هيزود 50-60 جنيه، لا هو بيحط بفه ويرخص الدنيا. بس لما بتيجي تحط البفه دي والجهاز شغال، مثلا تحط الفيشه والجهاز شغال، تسمع وش عالي ما انتش عارف تسمع ايه ولا ايه. طيب هنشتغل ازاي بقى بالراحه خالص كده؟ اول حاجه عشان نعدل نركب محول بدل البفه، اول حاجه لازم نعملها هتيجي لافف كده وتيجي رايح على المكان اللي فيه البفة. خد بالك معايا اللي انا هشرحه كويس. هترفع البفة مكانها، ده اول شيء. اول حاجة هتروح على الطرفين اللي هما بتوع الكهرباء اهو، اللي هما جايين من بتوع الفيشة. هما جايين منين؟ من الفيش اهو. رفعت السلكين، هما اللي هما جايين منين؟ من الفيشة دي. طيب تاني حاجة هجي رايح على المحول على البفة اهو، شيلنا البف اهي، هي دي البف يا جماعه اللي هم حاطينها. احنا طبعا هنشيل ده كله وهنيجي جايين حاطين الطرفين بتوعنا بتوع المحول، هنحطهم على الكهرب زي ما احنا عارفين كده واحده واحده. هنقول بسم الله، تمام كده، ادي واحد وادي الطرف الثاني. ادي الطرف الثاني. طيب المحول ده خارج ثلاث اطراف، خارج كام طرف؟ ثلاث اطراف. ادي طرف اخضر، وادي طرف اسمر، وادي طرف اخضر. المحول ده هنشرحه تاني، كل فيديو هنشرحه فيه. المحول ده بيبقى ازاي؟ الطرف الاخضر مع الاسمر كده 3 فولت، الطرف الاخضر ده مع الاسمر ده كده 3 فولت، الطرف الاخضر ده مع الطرف الاخضر ده الاثنين دول مع بعض وملناش دعوه بالاسمر كده هيديني 6 فولت. طيب انا دلوقتي هشتغل على 6 فولت ومش هشتغل على 3 فولت، ليه؟ عشان يشتغل معايا فلاش. يبقى انا دلوقتي هقص حته من قدام اللي هي في السلك الاسمر، ونيجي ساحبين السلك علشان خاطر ما يقفش معانا ومش هنوصله اساسا. نيجي نكمل بقى، هنيجي واخدين الطرفين دول، هنشوف دخل الكهرباء بتاعي كان جاي منين، دخل الكهرباء بتاعي جاي منين. انا عندي طرف هنا وطرف هنا. طيب ده اللي هو الموحد بتاعي اللي هو بيوحد لي الكهرباء. هنقرب شويه كده، ده موحد الكهرباء، تمام. موحد الكهرباء ده بياخد الكهرباء اللي هي جايه من هنا اللي هي الاي سي اللي هم دول، وبيوحدها ويخرجها من الناحيه الثانيه دي سي. طيب هنروح على الطرفين بتوع الدخل، هو ليه دخل وليه خارج. ادي الطرف اللي داخل على رجل اليمين هنلحم عليه، ادي طرف
لحمنا الطريق لليمين، نجيب الأزير، ناخد سنة، تمام، وأدي الطرف التاني هناخد برضو ونلحم. الزر كان كتير وراكب على المكان. تمام كده. كده انا عندي طرف فك تاني. طيب خير. حلو اوي كده. يبقى انا عندي هنا طرفين الكهرباء خلاص اشتغلوا ووصلناهم. طيب نلم كده الدنيا ونجرب بقى بالفيشة بتاعتنا. الفيشة هنحطها فين؟ دي الفيشة بتاعتي، هنركب من تحت كده، نقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، ونجرب بسمك اللهم. بسم الله الرحمن الرحيم. نشغل. وده كان واقف على ايه؟ ده مش جاي. الطرف ده احنا غلطنا في التركيب بتاعه. هوريك دلوقتي هيركب فين. الطرف ده المفروض ما يركبش هنا، يركب هناك. هنا يركب هنا. نجرب بقى. بسم الله اشتغل معايا على طول. تمام. نحط سبراي. حطينا سبراي. تمام كده. نوطي الصوت. تمام. حلو قوي. تمام. يبقى كده اشتغل معانا بسم الله ما شاء الله. هنجيب لغايه هنا خالص وهنيجي مدخلين ده الفلاشه. نجرب اشتغل معانا فلاشه زي الفل. طيب يبقى دلوقتي التعديل بتاعنا، هنراجع تاني التعديل مع بعض. اخدنا المحول، شيلنا الاطراف اللي جايه من المحول خالص اللي هي جايه من هنا عشان نركب عليهم المحول بتاعنا، الدخل بتاعنا بتاع الكهرباء. اتفقنا. بعد ما ركبنا محول الكهرباء هنيجي على اطراف الخارج. هناخد الطرف الاولاني والاخراني من المحول اللي هم الاخضر والاخضر، وملناش دعوه بالاسمر. لو خدنا الطرف الاسمر مع اي طرف اخضر كده هيبقى 3 فولت، فمش هيقوم الفلاشه اللي هي بتشتغل على 6 فولت. عرفت ليه انا بقول لك هنشتغل على 6 فولت؟ وهنركب الطرفين على الطرفين اللي هما طرفين الخارج بتوع المحول، هنركبهم على السيليكون الصغير اللي هو ليه 4 رجول، 2 دخل و2 خارج. هنركبه عشان نوحد الكهرباء بس. خلاص كده. ونبدا نجمع الجهاز معانا بالراحه، بس نشوف احنا هنركب ازاي عشان كل حاجه تنزل في مكانها الطبيعي. تمام كده. طيب انا ما عنديش مكان لده، لا عندي تحت. نشوف كده، ناخد ده ونحطه هنا، نحاول نشوف له اي مكان نربطه فيه، لان انا محتاج ان انا اربط المحول فعلا. ناخد المسمار ده. تمام كده ربطنا المحول. حلو قوي. هنو جايين بده، حاطين الكارتة دي من هنا كده. جميل جدا. نبدأ نكمل. يبقى النهاردة اخدنا الدنيا واحدة واحدة. نربط، اهم حاجة نربط المحول في اي مكان، المهم ان هو ما يكونش لامس الكارتة بتاعتي. المهم ان هو ما يكونش لامس ايه؟ الكارتة بتاعتي. طيب كده ركبنا المحول.
هناخد طبعا الفيشة اللي احنا كنا خلقينها بتاعة الإضاءة نحطها، نجيب الحاجة دي نحطها هنا، الزرار ده وادي الزرار التاني كمان هنحطه هنا عشان يبقى احنا خلصنا من كل حاجة كده. تمام، المحول راكب. طيب أهم حاجة بقى بعد المحول اللي هي ازاي نظبط ده الترس ده ان هو يعشق هنا، الترس ده ان هو يعشق ايه هنا، بنعشقه بنلف ده كده مثلا، نجيب دي كده على اخرها كده مثلا ونيجي لفين دي كده على اخرها كده، يبقى ده متعامد مع ده، نيجي نازلين كده طيب كده اهو بس كده خلاص كده المؤشر اشتغل معايا مفيش اي مشكلة. يبقى ده كان فيديو النهاردة، ارجو ان انتوا تكونوا استمتعتوا معايا بالفيديو واخدتوا الخبرة ان شاء الله تعالى. تحت امركم في اي وقت، نشد كده قدام تمام. ده كان فيديو النهاردة، تحت امركم في اي وقت، كل سنة وانتم طيبين، نورتوني، مع السلامة.